بيان مخاتير ليبيا في الوقت الذي نتمسك فيه بثوابتنا الوطنية ونرفض فيه أي علاقة من أي نوع مع الكيان الصهيوني المجرم، ونندد فيه بأي تواصل يحدث معه، إلا إننا نرفض رفضا قاطعا أعمال التخريب والحرق التي مارسها البعض تعبيرا عن غضبهم، ونطالب حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات رادعة لحفظ الأمن وصون المرافق العامة والخاصة في العاصمة طرابلس بصفة خاصة وفي ليبيا بصفة عامة، ونتمسك بحق المواطن في التعبير عن رأيه وفق الطرق السلمية التي كفلها له القانون دون إخلال بالأمن أو إتلاف للممتلكات. كما نعبر عن استيائنا من محاولات البعض لاستغلال المشاعر الوطنية والارتباط العاطفي والتاريخي للشعب الليبي مع القضية الفلسطينية، ومحاولة توجيه لصالح مواقف سياسية لأطراف معينة وتصفية حسابات سياسية تسيء للشعب الليبي وجدية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. مخاتير محلات ليبيا حرر اليوم الخميس بتاريخ 31 أغسطس 2023 فرنجي. حفظ الله ليبيا وبارك الله فيكم. الله أكبر. ليبيا 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 ليبيا.